أنا بعتبر الفترة القصيرة اللي هي بدأت من يعتبر من شهر واحد أو نهاية شهر 12 إلى اليومين هذا، حاجات كتير تمت. لو أن ابتديت أقسمها في حاجات كان العضو مطالب ليه واحتياجات ليه، كانت مشكلة وكان الأعضاء كل يومين ده صداع. مثلا على سبيل المثال في العلاج الطبيعي، هيعتبر أكبر مركز للعلاج الطبيعي في أحدث الأجهزة، كان رئيس النادي لما كان عدى وبعدين ابتدى اتناقش مع رئيس وحدة العلاج الطبيعي وقال له هتفتح امتى؟ يوم السبت، هيتم الافتتاح يوم السبت. وفعلا أجهزة الناس مش مصدقة إن هذه الأجهزة موجودة، لأن أنا مش عايز أقول لك إيه، كنت بعمل أشعة أنا ليكوا في مركز مسمى، فبيقول تعالى احنا عندنا اجهزه بيوريها لنا تفتيت الدهون. لا كان معايا انا رئيس قسم العلاج الطبيعي، فاحنا بنقول له ده احنا عندنا. قال معقوله؟ هو بيقول ايه بقى؟ لكن احنا ما بنقدرش نعمل الكلام ده. طب هل ممكن يجينا ناس ونحولها لكم؟ يعني عايز اقول لك طفره في العلاج الطبيعي. برضو دي من ضمن عائله النادي الاهلي اللي هو علاج المسنين، من عائله من ضمن اللي هي برنامج عائله النادي الاهلي، القضاء على فيروس سي اللي كان كل الأعضاء النادي، يعني حصل حملة، خلاص حصل حملة وتم القضاء على فيروس سي. وفي هذا الاتجاه في حاجات كمان كتير بقى هنخش بقى في حاجات إنشائية انت ممكن العضو مش حاسسها لكن برنامج عائلة الأهل، لكن احنا حاسين ان احنا المبنى الاجتماعي احنا شغالين، المساحين جم وهيبتدي المعدات تشتغل فشغالين، السور شغالين فيه، السور يمكن احنا ما بدأناش لكن بدأنا في الجنب اليمين قوي عشان بنشوف التربة شغالين فيه، يعني أسوار النادي الأهلي مش هنقول بقى احنا هنعمل، احنا شغالين فعلا، والمبنى الاجتماعي شغالين. في طبعا كان وعد بالشاشة العملاقة وكذا، طبعا احنا حدث طفرة في النادي الأهلي فرع الشيخ زايد في الحاجات الخدمية. هنقول مثلا في شهر رمضان تم التصديق من قبل مجلس إدارة النادي الأهلي ده عشان كانت رغبة أعضاء النادي الأهلي بعمل في فرع الشيخ زايد إن احنا نعمل خيمة رمضانية، فعملنا خيمة رمضانية استوعبت كل الشيخ زايد. وتزامن هذا التوقيت مع الشاشة العملاقة مباراة كأس العالم، اتحط الشاشة العملاقة في هذا الوقت، ابتدت الأعداد تزيد قوي، بقى عندك يعني كم أنت غير متوقع. جبنا من ضمن برنامج عائلة النادي الأهلي 4 شاشات في المبنى الاجتماعي برسيفرات عشان تضخ، بقى عندنا بقى كم مكان والمنظر انتوا بتشوفوه، الشاشة العملاقة وبالبروجيكتور في منطقة الأكاديمية وبقاعتين، والدنيا بتبقى زحمة جدا. انا اعتقد في الفترة ان شاء الله ده من ضمن برنامج عائلة النادي الأهلي، مجلس الإدارة حطت خطة على قدم وساق بيتابعها مع مدير الأفرع في الانشاءات اللي هتتم، سواء المبنى الاجتماعي والاسوار والخدمات اللي هتضاف للاعضاء. فانا بقول انتظروا كتير قوي 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 من النادي الاهلي وبرنامج عائله النادي الاهلي ومجلس اداره النادي الاهلي اللي هو من اول يوم بيشتغل.